طيب احنا حديثنا لسه مستمر عن المنتخب وما عندناش غير هذا الملف النهارده هنتكلم فيه بشكل يعني صريح جدا مع كابتن عادل عبد الرحمن، وهو وعدنا ان هو هيقول يعني كل حاجة بمنتهى الشفافية، وانا هروح واستغل ده والوعد الكلام اللي حضرتك قلته لنا واسألك. طيب هنتكلم عن المنتخب وكواليس ما قبل، حتى هو احنا لعبنا اصلا اي مباراة ودية غير واحدة؟ يعني لا، واحدة بس، مباراة واحدة ويمكن وده صح؟ لا، هو كان في الاجنده الدوليه، وهو ومش عارف مين فضل انه ما يلعبش مباريات كتيره، ودي من الحاجات اللي عدم التجانس اللي حصل في الحاجه، وده مش مظبوط تماما. يعني كابتن عادل انا بتكلم في منتخب العب مباراه وديه واحده، يعني ودي بتاخرك كمان في التصنيف، يعني في حته المباريات الوديه لما بتدخل وبتلعب بيبقى في تصنيف بيعلى وفي النتائج بتعليكي في التصنيف. يعني احنا في الوقت الحالي عندنا مشكله كبيره، ان شاء الله نوصل اول مجموعه. احنا عايزين نوصل اول مجموعه وكمان نخش من الخمسه الكبار، بمعنى هم بعد ما يخلصوا التصفيات وهيبقى في فرقه هي اللي هتبقى اول في كل مجموعه، يا اما 10 مجاميع، هيبقى في 10 فرق هيلعبوا اللوك اوت اللي هو المباراه اللي هو ذهاب واياب. ففي خمس منتخبات هتبقى اللي هم تصنيف اول، الخمس منتخبات التصنيف الاول اتمنى ان احنا نبقى فيهم، لانك بتاخد التصنيف الثاني. هو لغايه دلوقتي احنا تصنيف، لو وصلنا نبقى تصنيف ثاني، فانا كنت اتمنى ان احنا نبقى مع التصنيف الاولاني علشان نبعد عن الجزائر وعن السنغال، مش خوفا من حد، ولكن في الوقت كل وقت وبيبقى ليه منتخب بيبقى في ازهى حالاته وفي احسن حالاته وكده. اكلمك بقى بمنتهى الصراحه، تعالى اقول لك اخطائنا اللي انا شايفها فنيه بس، يعني بدايات. لا، ما نتكلم بقى في اخطائنا من بدايه كده، ان احنا ما عندناش اصلا ماتشات وديه لغايه اللحظه اللي احنا فيها، عشان اكيد الموضوع مش في الملعب بس. يعني لا، هو الموضوع مش موضوع ملعب بس، احنا خلينا نتكلم بمنطقيه، ان كان في وقت كورونا على الجميع، ولكن لما رجع المنتخبات الثانيه عملت ده. عملت، ما انا عاوز اقول لحضرتك، لما رجعنا والناس رجعت بالتدريج وحبوا ان هم يتخطوا عمليه الكورونا، حصل مباريات دوليه، الاجنده الدوليه اتلعب فيها اكتر من لقاء، يمكن احنا ما كانش ده، كان قبل كورونا كمان اللي هو 2019 في البدايه توليه الكابتن حسام البدري، هو لعب مباراه وديه واحده، ولكن تخلفنا عن المباريات الوديه، ودي كان يعني عايز اقول انه ما كنتش متخيل ان 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 في ممكن الكابتن حسام يتغاضى عن المباريات دي. دي من اخطائه، يعني كان لازم يعمل مباريات عشان يبقى في تجانس، لازم يجرب كتير. يعني احنا من اخطائنا مثلا في ماتش الجابون، احمد توفيق مثلا، انا مش بتكلم عليه بسلبيه، ولكن احمد توفيق كان خارج اطار المنتخب، ولما اتعور اكرم توفيق جاب احمد توفيق، وفي الوقت اللي حتى كمان عمر جابر من الناس اللي ما كانش بيلعب بصوره اساسيه مع بيراميدز، حتى برضه من الناس اللي لعب ولعب في مكان غير مكان. يمكن احنا امبارح كان في مباراه مصر، يعني كان عندنا حته عدم انسجام جوه الملعب، يمكن الملعب تحس بلغه المدربين ان هو مش موزون خالص، في تباعد ما بين الخطوط، احنا بندافع وما بنندافعش، وبنهاجم وما بنهاجمش، يعني